أهلا بكم أعزائي المشاهدين مع فقرات جديدة ومنوعة لبرنامج على الموعد. في برنامجنا سنتعرف على آخر التحديثات والتجديدات في مجال علاج الأسنان، حوار خاص مع خبير مكياج وصل للعالمية وسطع نجمه في أوساط الفنانين والمشاهير بالعالم العربي، جولة للتعرف على العلاج بالطاقة والروحانيات، وحديث مع مختص في مجال العقارات ونصائح لامتلاك شقة أو قطعة أرض أو عقد صفقة جديدة دون خوف أو تردد. كونوا معنا على المتابعة. نبدأ كالمعتاد بالموجز الإخباري. مساء الخير للزميل شحادة عازم، محرر في موقع بنت وقناة هلا. أهلا، مساء الخير معاد لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. هل لك أن تطلعنا على آخر الأخبار من عناوين موقع بنت؟ نبدأ بالخبر العاجل الذي وردنا قبل قليل من مدينة سخنين. الطواقم الطبية تتحدث عن إصابة فتيين أعمارهم 13 عاما تقريبا، جراحة أحدهم خطيرة والآخر طفيفة. الإصابة سببها وفقا لبيان نجمة داود الحمراء أنه الفتيين الشابين الصغيرين اصطدما بجدار بدراجة هوائية استقلاها. الطواقم الطبية نقلتهما إلى المركز الطبي للجليل في نهارية، كما أسلفنا أحدهما جراحة خطيرة والآخر طفيفة. خبر مؤسف. نعم. الخبر يعني من بين أبرز العناوين في الصفحة الأولى لموقع بنت في هذه الأثناء عن المواجهات التي اندلعت في البلدة القديمة في القدس، تحديدا في منطقة باب الإسباط. الشرطة استخدمت قنابل الصوت لتفريق المشاركين في هذه المواجهات التي وقعت بين مجموعات من المستوطنين واليهود المتدينين وبين شباب عرب. عدد من المصلين الذين وصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك أفادوا قبل قليل أن سياراتهم تعرضت للتكسير ولتهشيم الزجاج من قبل مجموعات من المستوطنين. هذا يأتي يوما واحدا بعد مسيرة الإعلام في القدس التي انتهت بساعات مساء يوم أمس، علما أن الشرطة ميعاد كانت قد أعلنت صباح اليوم أنها اعتقلت حوالي 8 أشخاص من بينهم مستوطنين ومن بينهم أيضا مواطنين من سكان شرقي القدس بسبب مواجهات وقعت بين الطرفين في أحياء مختلفة في شرقي القدس. أيضا من بين العناوين ميعاد الخبر الذي كشفت عنه الشرطة عن التحقيق واعتقال معلم مدرسة من مدينة طمرة مشتبه بضرب ابنته في الشارع وشدها من شعرها عند باب مطعم في المدينة. كاميرات المراقبة وثقت الأب وهو يضرب الطفلة البالغة من عمر 4 سنوات. الشرطة اعتقلت المعلم، حققت معه وهي والمحكمة أفرجت عنه للإقامة الجبرية لمدة 3 أيام على عكس موقف الشرطة لطلب أكثر من ذلك. والشرطة تقول بأنها ستسعى إلى تقديم لائحة اتهام ضد هذا المعلم، هذا الأب من مدينة طمرة. نعم. العناوين ميعاد نتحدث أن شركة مكورات قالت في خلال جلسة في المحكمة يوم أمس بأن سعر المياه في إسرائيل قد يرتفع بحوالي 1.5% بسبب قضية عدم إلزام المصانع التي تعمل في البحر في منطقة البحر الميت بدفع مقابل شفط المياه الجوفية والتي تستخدم لهذه المصانع. هذا ملف متداول في المحكمة منذ أكثر من 2 تقريبا، ولكن مكورات تقول في ورقة موقف قدمتها للمحكمة أنه الأسعار قد ترتفع 1.5%، وهذا يأتي ميعاد يعني استمرارا لارتفاع الأسعار وغلاء الأسعار في إسرائيل، غلاء المعيشة. نعم. أيضا بين العناوين ميعاد من الجانب السياسي، بيني جانس رئيس تحالف محنية مملختي يعود ليكون حزب محنية مملختي الحزب الأكثر من حيث عدد المقاعد في الكنيسة فيما لو جرت الانتخابات، ذلك وفقا لاستطلاع الرأي نشرة صحيفة معاريف صباح اليوم. بيني جانس كان قد تساوى مع حزب الليكود في الاستطلاع السابق بفعل الحرب على غزة. من بين النتائج التي تعني الجمهور بالأساس الجمهور العربي نتحدث عن الأحزاب العربية، تحالف الجبهة والعربية للتغيير 6 مقاعد بهذا الاستطلاع، القائمة العربية الموحدة 5 مقاعد، حزب التجمع الوطني حصل على 1.8% وهو لا يجتاز نسبة الحسم وفقا لاستطلاع الرأي. أيضا من
العناوين السياسية. نتنياهو ألقى كلمة مساء يوم أمس اختار أن يوجه فيها رسائل لشركائه في الائتلاف الحكومي بسبب الأزمات المتلاحقة، بسبب يعني زعلان إيتمار بن غفير عليه بسبب الميزانيات التي يطالب فيها إيتمار بن غفير. ونتنياهو بكلهم انزلوا عن ما تظلكم مش تتسلقوا الأشجار، انزلوا عن الشجر اللي تلاتوا عليه. ماذا عن قضية سفر الحجاج إلى مكة المكرمة للحج والعمرة؟ نعم. قرأنا خبرا مهما حول هذا الموضوع في موقع بنت. نعم، قيل كثيرا عن هذا الموضوع في الفترة الأخيرة، وقيل كثيرا أيضا عن قضية التطبيع ما بين المملكة العربية السعودية وما بين إسرائيل. على فكرة المملكة السعودية اليوم تستضيف قمة عربية لافتة جدا، وذلك بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ سنوات طويلة منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا والمظاهرات والاحتجاجات الشعبية هناك. لأول مرة بشار الأسد يصل إلى الرياض، إلى جدة عفوا، إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن يعني كانت الدول العربية قد قطعت بمعظمها قد قطعت العلاقات مع دمشق. بخصوص الخبر المتعلق بالحجاج، نعم اليوم صحيفة معاريف قالت في عددها الصادر اليوم بأن هناك أنه المملكة العربية السعودية تقترب عفوا من إصدار موافقة على تسيير خطوط طيران مباشر من مطار بن غوريون في الليد ومن مطار رمون القريب من إيلات للديار الحجازية المقدسة لجدة أو لمكة، عفوا إما لجدة أو للمدينة المنورة، والصعود لهذه الطائرات الانتقال فيها فقط سيكون متاحا للمواطنين المسلمين من سكان إسرائيل. شكرا، طبعا تسهيلات، شكرا لك على هذا الموجز. شكرا ميعاد.